خل التفاح هو علاج منزلي شهير استخدمه الناس لقرون في الطبخ والطب، حيث يدعي الكثير من الناس أنه يمكن أن يخفف مجموعة واسعة من الشكاوى الصحية، كما أن له خصائص صحية مختلفة بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة. لخل التفاح فوائد كثيرة، أبرزها خفض نسبة السكري في الدم والمساعدة على خفض ضغط الدم وتحسين مستوى الكوليسترول، كما أن لخل التفاح فوائد وأهمية كبيرة لجلد الإنسان وبشرته، حيث أنه يساعد على علاج مرضى الصدفية، كما أن الخل يساعد على إزالة بقع الأسنان وتبييضها وحتى تعقيمها عن طريق التخلص من بكتيريا الفم واللثة. خل التفاح له أهمية كبيرة بالنسبة لصحتنا وحياتنا، ولكن قد يعاني البعض من عدم تقبل طعمه، لذلك يمكنكم استخدام حبوب خل التفاح كبديل مناسب للخل نفسه.